عايشين في حالة ضبابية شديدة وحالة من الفتنة المجتمعية اللي كلها صبت في يوم 19 نوفمبر، وأصبح الجميع متربص بالآخر وبتوع تسلم الأيادي مستنيين بتتشل الأيادي، مستنيين المواطنين الشرفاء والثوار مش عارف مستنيين مين، والمسألة داخلة في حالة من العراك والتربص رهيب. والمستفيد الوحيد من وجهة نظري هو الإخوان في هذه المرحلة، ويمكن اللي صب جامل فتنة وحاول ان يشعله اكثر هم الاخوان. والاخوان منذ لحظة فض اعتصام رابعة وهم من اللحظة الاولى منتظرين المواجهة ما بين قوات الامن وقوة اخرى غير الاخوان، وبيحاولوا يشتغلوا على ده بمنتهى القوة. ولازم نتعلم اللي فات ونكون اكثر ذكاء. مستحيل انه حد مننا من قبل يناير نزل، ويمكن برضو اللي بيزعلنا هي مسألة المزايدات اللي دخلت ما بيننا. كل واحد النهاردة بيتكلم عن فلان، ليه بيتكلم عن محمد محمود وايه علاقته بيها؟ ده انا كنت في محمد محمود ودم الشهداء سال على هدومي. كل الناس بقت تقول الكلام ده ضد بعضها، وده شيء خطير وغريب. كلنا كنا في محمد محمود، لانه مستحيل ان كل البشر اللي كانوا موجودين في الوقت ده هو مش احنا، يعني مستحيل يكون واحد بس هو اللي موجود وباقي الناس كلها ما كانتش موجودة. فعايزين نخفف من النغمة دي ونبدأ نستغنى عنها، لأنه ده خطير جدا في مسألة إن إحنا بنزود ما بيننا الاحتقان. النهاردة دعوتنا هي دعوة سلام، دعوة سلام، إنه زي ما يوم 19 يعدي بكل التناقضات دي وكل الرعب ده عند كتير من الناس يعدي بسلام. القصاص محدش هينساه، ومسألة إنه في ناس دمهم سال ومش هيجي حقهم، لا هيجي حقهم، هيجي حقهم، لكن يجي امتى وازاي هو ده السؤال، وده اللي احنا لازم نجاوب عليه. لكن اتكلم على كلمة القصاص بشكل عام وانزل اخسر مزيد من الناس تاني على الارض عشان القصاص وينضم واحد جديد، ده شيء غريب وغير مفهوم. مش عايز اطول في الكلام، لكن هنبدأ على طول مؤتمرنا بالبيان هيلقي زميلي تامر اللطيف. خوض الثوار ودماءهم الذكية التي سالت في شارع محمد محمود وميدان التحرير ومزبيره ومجلس الوزراء والاتحادية والمقطم، من أجل الوطن الغالي ومن أجل تحقيق أهداف الثورة. هذا اليوم الذي شهد له الجميع بصمود الثوار في الوقت التي تخلت عنهم الحكومات المتتالية ما عدا الشعب المصري الثائر الحر الذي أصر على التمسك بقضية الوطن وقضية شبابه، وهي الوصول بمصر إلى عنان السماء وترسيخ قواعد الديمقراطية والدولة المدنية الحديثة والقضاء على الفساد. تعلن القوى المشاركة في هذا المؤتمر، وهي كل من المجلس الوطني المصري، الجمعية الوطنية للتغيير، تكتل القوى الثورية، التحالف الديمقراطي الثوري، إقامتهم لسرادق ذكرى شهداء الثورة والذكرى السنوية لشهداء محمد محمود في شارع عيون الحرية محمد محمود سابقا، تدعو فيه القوى المذكورة أهالي الشهداء وجميع القوى الثورية والسياسية والشخصيات الوطنية المشاركة فيه، وذلك حرصا من القوى المنظمة لهذه الفاعلية لتفويت الفرصة على قوى التخريب والعنف التي لا يحق لها المشاركة في هذه الذكرى، التي لا يحق لها المشاركة في هذه الذكرى، وحرصا على وقف نزيف الدماء. وتؤكد هذه القوى المنظمة للفاعلية على أنها لم ولن تنسى شهداء الثورة ومصابيها، وستستمر في نضالها للوصول إلى الأهداف التي ضحوا بأرواحهم من أجلها، وأنها لم ولن تستكين حتى تأخذ حقوق الشهداء، حتى تأخذ حقوق الشهداء كاملة دون نقصان. وبداية نطالب كل من كان مسؤولا، المجلس العسكري السابق أو وزراء الداخلية المتعاقبين، أن يعتذروا للشعب المصري، ونطالب الحكومة الحالية
بالبحث عن الجاني وتقديمه لمحاكمة عادلة وناجزة، والعمل على عدم تكرار مثل هذه الأحداث. ونقترح نحن الموقعين أدناه أن يكون يوم 19 نوفمبر هو يوم شهداء الثورة، وسنتواصل مع باقي القوى الثورية لتحقيق هذه المطالب، وسنظل على ذكراهم حتى نلقاهم. المجلس الوطني المصري، الجمعية الوطنية للتغيير، تكتل القوى الثورية، التحالف الديمقراطي الثوري. شكرا. في هذا المؤتمر الحقيقة احنا بنتكلم عن 19، وده بيعيد لنا ذكرى 18 و 19 يناير 18 و 19 نوفمبر في سنتين متواليتين. اولا الذكرى محمد محمود الاولى والثانية كانت في اعقاب مظاهرة كان الاخوان كان دعوا ليها، والقوى السياسية كلها وقفت، والقوى الثورية وقفت مع الاخوان. وفي اليوم التالي، في اليوم التالي اللي هو 19 نوفمبر، خرج الإخوان ولم يعودوا إلى صف الثورة أبدا. في هذا اليوم احنا بنتذكر كل الشهداء، سواء في محمد محمود الأولى أو في محمد محمود الثانية، ونقول لهم نحن باقون على العهد، نحن باقون على العهد، لأن ما حدث في محمد محمود الأولى وسقوط أكثر من حوالي 50 شهيد، وفي محمد محمود الثانية وما تلاها من شهداء، بنقول انه لا بد ان تكون هناك عدالة، وهذه العدالة تقتضي القصص على كل من ارتكب جريمة في حق هؤلاء الشهداء، ان يعتبر اننا لن نتركه، لانه هذا حق اهل الشهداء من ناحية، وحق المجتمع المصري من ناحية اخرى. فعالياتنا كلها قائمة على السلمية. يوم 19 إن شاء الله اللي هو غدا سيكون هناك يعني تأبين لهؤلاء الشهداء كذكرى سنوية، وهذا سيتبع مع جميع الشهداء الذين سقطوا في الثورة من بدايتها إلى هذا اليوم. أنا الحقيقة شايف أنه الثورة فعلا بدأت تتخذ خطوات، صحيح أنها بطيئة لكنها بالفعل وضع نصب تذكاري للشهداء اللي هو حجر الأساس وليس النصب التذكاري. النصب التذكاري سيستغرق وقتا، لأن هذا النصب التذكاري سيطرح في مناقصة عالمية، وسيكون نصب تذكاري يليق بالشهداء ويكون مزارا لجميع السياح في المستقبل القريب. الحقيقة كمان إطلاق أسماء الشهداء هذه نقطة إيجابية أخرى على بعض الشوارع. هناك مطالب أخرى نحن نطالب بها، وأهمها اعتذار وزارة الداخلية كوزارة مسؤولة عما حدث في محمد محمود الأولى والثانية، بغض النظر عمن قام بالجريمة، لأن من قام بالجريمة لن يفلت من العقاب مهما أحس بطول الوقت. لكن نحن إن شاء الله باقون على العهد، ونتمنى أن هذا اليوم إن شاء الله سيمر على خير. لا تخافوا من هؤلاء الذين يهددون طول الوقت، نحن هددنا أكثر من مرة، ودائما كانت هذه التهديدات فاشلة، وإن شاء الله مصر ستتقدم إلى الأمام بجهدنا جميعا، وليس بالصمت وليس بإنكار أي عمل جيد. نحن نقيم أي عمل جيد ونشكر كل من يقوم به، لأننا مع مصر جديدة، مصر الحرية، مصر الديمقراطية، مصر العيش والكرامة والعدالة الاجتماعية. وشكرا لك. من النهاردة حوالي الساعة 4 نبدأ 4 الفعاليات لذكرى محمد محمود لغاية يوم 25 نوفمبر، هيكلمنا عنها محمد عطية. أولا بالنسبة لأحداث محمد محمود، هو جزء أصيل من الثورة المصرية. أحداث محمد محمود كانت أولى المحطات التي قام بها جماعة الإخوان المسلمين لبيع شباب الثورة جميعا. من هنا بدأنا بفعاليات أحداث محمد محمود. 1. فعاليات ذكرى محمد محمود يوم 18 نوفمبر الساعة 3:30 في ميدان القومية بالزقازيق، سلاسل بشرية
أمام جامعة المنصورة الساعة 3:30. بالنسبة اليوم في مسيرتين من ميدان طلعت حرب إلى عبدين عند بيت جابر شيكا، هيكون من خلالها وقفة وسلاسل بشرية، هنكون بإشارات سودة على كتفنا لإحياء ذكرى محمد محمود. احنا النهارده بالنسبه لكل معظم القوى السياسيه المشاركه وبعض الحركات السياسيه والثوريه، النهارده بالنسبه لنا هو ذكرى محمد محمود، ولكن المشاركه اليوم يوم 18 وليس غدا. بالنسبه في عرض داتا شو في الاسكندريه عند جبري ستانلي وايضا سلاسل بشريه. بالنسبه للطلاب المستوى الطلابي، بالنسبه للفعاليات وعلى رأسها مسيرة جامعة القاهرة وعين شمس وحلوان، وتطوف الجامعة وتقوم بسلاسل بشرية وعمل جرافيتي لعنوان للتذكير للشهداء وذكرى محمد محمود. بالنسبة للتأمين الكامل بالنسبة لأحداث محمد محمود، إن احنا بالنسبة في فرق عمل بالتأمين، إن احنا لا تجنب تماما بالنسبة أي صدام ممكن يحصل، تجنب تماما بالنسبه لاستغلال هذا اليوم من قبل جماعه الاخوان المسلمين وانصار جماعه الاخوان المسلمين. احنا في فرق عمل وفي لجان شعبيه هتقام بالنسبه النهارده مساء وغدا بالنسبه لشارع محمد محمود، وهيكون بالنسبه ده نمنع تماما الصدام. ونتمنى بالنسبه للقوات المسلحه المصريه التامين مع وزاره الداخليه لميدان التحرير وشارع محمد محمود، وشكرا. متباينة حوالين وجودهم أصلاً، لأن البعض بيرى أن وجود عسكري واحد ده ممكن يسهل على البعض مسألة جرنا إلى عملية اشتباكات. يمكن الصقر من بعض من كانوا في وزارة الداخلية أو من ما زالوا موجودين في أو بيعملوا في الداخلية في أحداث محمد محمود الأولى والثانية والقصر العيني وغيرهم الأحداث، بالتأكيد طرنا ده عمرنا ما هننساه. لكن كمان في تمن بعضه من هم موجودين في الداخلية بيدفعوا ثمن، وما ينفعش ان احنا نغض الطرف عنه او ما وكأننا مش موجودين او كأن هذا لا يحدث وان التضحيات لا تتم. فيعني هينعي الفقيد محمد مبروك زميلي محمد علي. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الرعب من المشهد المتخيل لمحمد محمود ان يحصل اشتباكات وان في ناس كتيرة تسقط في الأحداث القادمة لمحمد محمود زي ما حصلت في أول ذكرى لمحمد محمود السنة اللي فاتت. المشكلة إن احنا دايما في كل مرة بننسى شهداء الشرطة. يوم 14 أغسطس بعد فض رابعة توفي من الشرطة عدد لم يتوفى من أيام حرب الاستنزاف. احنا في حرب صريحة دلوقتي على الإرهاب. يعني بعض الثوار يقولوا لا خلينا نستميل، ما بيسقط من هنا او مش بيسقط من هنا، لا احنا في حرب صريحه على الارهاب. بيجي دلوقتي كتير من الداخليه بيموتوا وبننساهم، فاحنا بنذكر الشهيد محمد مبروك الشهيد الداخليه اللي قتل امس، وده يعتبر تحول استراتيجي في الاخوان المسلمين اللي انتقلوا بعد كده لاغتيال قيادات الداخليه بنفسهم. الشهيد محمد مبروك هو اب لثلاث اطفال، وبالمناسبة هو قريب أحد زمائلنا في تكتل القوى الثورية. والمشكلة كمان إن زوجته لا توفي والدها من حوالي 4 شهور، فإحنا بننعى زوجته وبننعى الداخلية في الفقيد محمد مبروك. المشكلة كمان إن بكرة هيبقى الصرادق مش هيبقى بس للثوار، هيبقى برضه لشهداء الداخلية اللي إحنا مستنيين إن الإخوان المسلمين يصرحوا عن نفسهم أكثر بالقتل وبالدم اللي عمالين بيسلوه في الشوارع. وإزاي نقدر نتجنب إن اليوم ينتهي بعمليات اشتباك أو شيء؟ هيكلمنا عن ده بالتفصيل زميلي أحمد عيد. ببساطة كده ووضوح، في رأيين في الشارع ما بين الثوار النهارده. في رأي بيقول إن المعركة ما بين الداخلية والجيش والإخوان خلصت وبتشطب، وده وقت ينفع إن احنا نتحاسب فيه مع الداخلية ونفتح دفاتر قديمة ونشوف مين موت مين ومين دمه عند مين. وفي رأي تاني بيقول لا، لسه المعركة شغالة واحنا بنحقق انتصارات على الأرض، لكن لسه المعركة شغالة والناس مكشوفة والحرب في الشارع وضرب النار في كل حتة بما فيها حادثة امبارح يعني.
احنا تحديدا اميل للراي انه لسه المعركه شغاله واميل للراي ده، لكن مش حاجرين على راي حد يعني، كل واحد شايف الحكايه من وجهه نظره يعني. لكن بما ان كل القوى الثوريه تقريبا اعلنت انها رايحه عابدين، تقريبا كل الحركات الثوريه المهمه المؤثره في الشارع اعلنت انها رايحه عابدين، وفي الغالب مش هتبقى موجوده في محمد محمود يوم 19. ده يقودنا الى ان ميدان التحرير وشارع محمد محمود في احتمال يوم 19 انه يبقى فاضي. ومحمد محمود تحديدا ما بين كل مناسبات الثوره ما هياش مناسبه مشتركه ما بين الثوار وما بين المواطنين الشرفاء. يمكن احنا كنا بينا مناسبات مشتركه في يونيو وفي 26 والتفويض، لكن محمد محمود تحديدا كان ميدان بتاع الثوار. الميدان الفاضي اللي ما فيش ثوار ممكن بسهوله جدا حد يدخل قاصد او مش قاصد، طيب او مزقوق يشغل تسلم الايادي، واحد تاني يدخل مزقوق او قاصد يتخانق مع اللي شغل تسلم الايادي، طوبه في زلطه في مولوتوفه في خرطوشه، خربت الدنيا اتدردكت. وبقى في جبهه تانيه مفتوحه سواء غلط ولا صح بحسن نيه بسوء نيه، في جبهه تانيه مفتوحه جوه القاهره لناس بتحارب في سينا وطنطا وبنها وظباط بتتقتل. مهما كان عندنا مشاكل وعندنا تاريخ وعندنا حكايات عايزين نحكيها، بس احنا بنحارب، واحنا اخترنا النوع ده من التحالف، اخترنا ان احنا نتحالف مع الجيش والشرطه ضد الاخوان وفي حرب لسه ما خلصتش. وكان يعني يا اما نبادر بان احنا نعمل حل حتى لو سيء، يا اما احنا ما نعملش حلول ونسيب الحكايه كده ماشيه بظروفها. انما احنا قررنا ان احنا كلنا حل حتى لو اثار من اللغط ما يسير يعني، وليجعل الله في شاني امرا كان مفعولا. بالصوان اللي احنا هنعمله في شارع محمد محمود. واحنا فكرنا ان احنا نعمل حفل تأبين، لكن اكتشفنا برضو ان حفل التأبين وكلام الاسر وتكريم اهالي الشهداء ممكن يبقى باب للمناوشات، واحنا كلنا بقالنا سنتين ونص في الشارع وعارفين ان الميكروفونات والناس اللي بتتكلم والناس اللي بتقول ارائها ده وارد جدا يبقى باب لوحده يفتح مشاكل. واحنا اميل جدا ان اليوم يبقى قرآن وصمت فقط لا غير. الناس تيجي تقعد 10 دقائق، ربع ساعة، نص ساعة على أول كرسي يقابلها، تسمع القرآن على قد ما تقدر، تفتكر الشهداء، تفتكر ريحة الغاز اللي شمته، تفتكر طنطاوي هو بيقول هسلم السلطة 30/6 وتاخد بعضها وتروح ويبقى نتكلم في يوم تاني. نظن إن الحل ده ممكن إنه يخلي اليوم يعدي سلم، ما أعتقدش إنه في حد هيتعدى على أسوان وحد هيعطل القرآن. والحكاية هتبقى صمت من غير هتافات، باحترام لذكرى 72 واحد ماتوا هنقعد نفتكرهم في هدوء بدون دوشة بدون. واحنا فكرة التأبين دي او فكرة العزاء اللي احنا عاملينه ده، القوى الموقعة على البيان هي القوى المشاركة فيه بشكل اساسي، واحنا اتكلمنا مع اكتر من مجموعة من المجموعات الثورية ومنسقين مع الناس في الفعاليات التانية، ولكن العزاء اللي مشارك في العزاء هو القوى او اللي منظمها القوى الموقعة على البيان. دي حاجة برضو ممكن حضرتك تسألي فيها وزارة الداخلية، يعني احنا مش مركز معلومات، ولكن فكرة ان وجود سرادك عزاء سيتم تلاوة القرآن الكريم فيه في ذكرى شهادة محمد في ذكرى محمد محمود في الوقت اللي في البلد كلها متخوفة من حدوث اشتباكات وتجديد احداث محمد محمود مرة اخرى ووقوع الضحايا وجدد، اعتقد ان ده يبقى يعني يعتبر احنا ده مجهود مننا، احنا بنحاول فيه ان احنا نهدي الامور. ولكن فكرة اي حد عايز ينزل يعمل اشتباكات او اي حد عايز يبقى موجود وتبقى الساحة فاضية ان هو يعني يفتح المجال لدخول قوى اخرى غير القوى اللي كانت مشاركة بشكل اساسي في احداث محمد محمود، لانها تستغل الظرف وانها تحول اليوم لاشتباكات مع الداخلية، اعتقد ان احنا بنحاول نقفل الباب على ده. واحنا بنقول ده بكل صراحة، احنا ضد ان تحصل احداث شغب في محمد محمود في ذكرى محمد محمود، واحنا اعتقد ان احنا احرار في ان احنا ناخد التوجه اللي احنا نشوف ان هو يرضي ضميرنا في الاخر، وان احنا نشوف ان هو يرضي طموحنا ويحقق الاهداف اللي احنا بنرجوها من اليوم. احنا ممكن نستكمل الاسئله لكن بعد كلمه استاذ جورج اسحاق ودكتور محمد سعيد ادريس ونقدر نستكمل.